شعبان قرب ينتهي، رمضان على الابواب، فرحانين برمضان ها؟ يا ترى راح اوحشكم زي ما توحشوني؟ لا اوصيكم يا شباب، مو تسولي فيها مطاوعة في رمضان، قرآن وتهجد وتراويح، صوموا في النهار انبسطوا في الليل، ما في شيء لو بعد الصيام والتعب تسلوا نفسكم بسهرة، جسد شباب، شوية معسل، تمشي في السوق. أصلا التمشية والسهرات ما تحلو إلا في رمضان، يعني معقول تسيبوا البنات الحلوين في الأسواق وتروحوا للتراويح وانتوا يا بنات وراكم موسم عيد وزواجات، والشوبينج ما يحلو إلا في رمضان. ما أبغى أرجع ألاقيكم اهتديتوا ها؟ أنا رايح دحين وراجع لكم بعد العيد. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين.